تحقيق 24 تنقل لكم الخبر اليقين بالصوت والصورة. انا ما حضرتش ولكن قال لك الواد جا من هوك وجاي وفيض هنا الفوق من لا جاي الواد من هوك وجاي من هوك ما لقى الواد فينات قال لك هذا الدار هو اللي دهرش الجهد ديالو والضبابه نازل عليهم والضوء تقطع الريزو تقطع عند عارف هنا الجبال وهنا ما قليل فيه الريزو قبل كاع ما تكون فيها التسونامي شحال كتعيط لي شي واحد ما كتلقاش واخا يكون الريزو واخا يكون الضوء ماشي بحال عندنا الفوق الهين كان الريزو كان كلشي هادشي اللي عرفت على هاد الدوار. هاد الحالة اللي وصلت لي هاد القرية هادي ما عمرنا شفنا بحال هاد الحالة وكاينين الناس اللي عندهم 90 عام 95 عام ما عمرهم شافوا بحال هاد الحالة هادي هادي كارثة عاد موقعت في هاد القرية هادي وكما كتشوفوا وقعوا خسائر مادية بشرية مشات الأرواح الله يرحم اللي مات والله يدير البركه في اللي بقى والناس اللي مشات لهم الديور ديالهم منهم عمامي منهم الناس ديال القريه كاملين كنعتبروا ريوسنا في هاد القريه هذا كاخوه عائله وحده الا مشات لهذا راه بحال الا مشات لي حتى انايا وكنترحموا على العائلات ديالنا اللي تشوفوا هنايا واخواننا وكنقولوا فهاد الناس ديال هاد القريه راه كنعتبرهم كلهم اخوان ديالنا وعائلاتنا وهادي وعزاؤنا واحد وكنتمنوا الرحمه والمغفره للموتى والناس ديال الدواوير الاخرين اللي لتحت من ايغمير ايغير انامر تيمولا تامسولت اللي مشات لي شي حاجه كنطلبوا من الله التعويض من الله التعويض واللي مات كنترحم عليه رحمه واسعه هذا المكان. كنتم مع تحقيق 24 صوت كل المغاربة. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك بقناتكم وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.